وانا واقفه مع اللوسته رضا، لا بيا ولا عليا، لقيت بنت زي القمر جايه وبتقول له تعالى يا بابا وصلني. وبعدين لقيت البت وشها حزين، قلت اما اكلم لوسته رضا واشوف ايه الموضوع. ها يا اسطى، ايه جربت اخلص ان شاء الله منهم يا اخويا؟ انا ما بكلمكش على العربيه، انا بكلمك على البت. جبر خواطر على الله، مالك مزعلها ليه كده؟ ما اقدرش ازعلها، انا شغال والله، ما اقدرش اسيب اللي في ايدي عشان اروح معاها. انما اقول لي يا اخويا، هي كانت عاوزه تروح فين؟ تروح المسرح. اني مسرح؟ المسرح المسرح القومي بتاع بتاعهم ده اللي بيفرحوه، بتاع التمثيل. اللي في العجوز. أيوة المسرح. أيوة القومي. ايوه هو ده اللي عايزين يروحوه. هي يعني بتروح هناك تتدرب؟ بتروح تتدرب او بتمثل هناك هي كمان. تدربوا بتمثل، ربنا يكرمها ان شاء الله. هي واخوها برضه. واخوها معاها؟ هما الاثنين بيروحوا يمثلوا وبيتدربوا هناك. وانت دايما اللي بتروح توديهم؟ لا، امهم اللي بتروح توديهم، مش انا اللي بوديهم. وضلت من الوطير، وضلت من الوطير. لو اني ما كنتش موافق، بس ما اقدرش عشان ما ازعلش حد فيه. ليه مش موافق ليه؟ انا ما بحبش حكايه التمثيل ده اصلا. لا، ما هو كل ممثل بيوصل هدف للدنيا وللحياه وللمجتمع. عشان المدرسه وعشان البتاع وده وده وحاجات اللي زي كده، ما بحبش حكايه التمثيل. ما هو بص هقول لك على حاجه يا استاذ رضا. اتفضلي. مفيش مانع ان هي تتعلم وفي نفس الوقت تتعلم برضو التمثيل. ما هتعلم التمثيل، مذاكره مش هتذاكر ولا هتعمل ولا ده ولا ده ولا هي ولا اخوها ولا كده. مش هتمثل بس مش هتذاكر. ليه لا؟ تقدر، ممكن ربنا يوفقها وتقدر توفق بين المذاكره وبين التمثيل. ربنا يسهل. وانا كمان انت راجل مجتهد اهو. الله يخليك، الله يخليك. وانا كمان ربنا يسهل، مش عايز ازعل حد فيهم اصلا. هم كده كده بخليهم يروحوا عشان ما حدش فيهم يزعل. انا ما بحبش حد فيهم يزعل اصلا. انت عايش ليهم عشان ما تزعلهمش. الحمد لله رب العالمين. عايش ليهم عشان ما حدش فيهم يزعل. ربنا يخليك ليهم، وان شاء الله هتطلع ممثله كبيره وتطلع كده ليها شأن، وتوصل رساله حلوه للمجتمع وللناس. ربنا يسهل بس هي وتذاكر وتنجح، دي اهم حاجه، اهم من تمثيل واهم من اي حاجه. وقفت مع اللوسته رضا وخدنا ودنا مع بعض في الكلام. ما احنا صنايعيه زي بعض، بس الصنعه تحكم. هو ميكانيكي وانا طباخ. وقعدنا واتكلمنا مع بعض، وقعدت اقنع فيه وهو يكلمني، وانا احاول اقنعه، بس لقيته برضه دماغه حيرانه ما بين وما بين لا. ويا اخويا وشممها لي بصل العربيه دي عشان نمشي، تاخرنا. حاضر، عيني الاثنين. تسلم وتعيش، ربنا يديك الصحه. الله يخليك. اقول للبابا، اقول له شكرا جدا اللي حضرتك خلتني اروح في الهوايه اللي انا كان نفسي فيها من زمان. شكرا يا بابا. خدت منه حكمه وتعلمت منه حاجه، ان عيلك لما يعمل الحاجه قدام عينك احسن ما يعملها من وراك. ودايما كده على راي المثل، ان كبر ابنك خويه.